السلام عليكم صحة رمضانكم وخيرتكم. هذه الصورة هذه باب البلاد هاي درها هاي الناس بلاد هاي يعرفوها باب البلاد. باب البلاد هذه في ميلا ميلا وي ميلا عندها بزاف الأثار الرومانية التاريخية. تعال شوفوا دي الباب هذه هذا القواص هذا شحال عندهم والبافيلي هنا يا مدوسيم باب المدينة باب البلاد يعيطونها. بو حنا نشوفوا الحل كيفاش راح يكون هاد السبت هذا ان شاء الله عموما على مستوى بلادنا. نقدر نقولوا ما يتخيلش تبقى دائما طقس متقلب على هذه المنطقه تاع الجزائر من نقدر نقولوا من ولايه الغواط وندوها حتى لسواحل تاع البحر الابيض المتوسط. هنا تقريب تنس وهنا تقريب سكيدا مرون بالعاصمه تيبازا بومرداس بجايه وكل الولايات الداخليه تيارت وكذلك المديه. كل هذه المناطق تكون فيها بعد الامطار وتقدر تكون متبوعه ببعض الرعود خلال الصباح مع الصباح. عموما السماء ملبد على الجنوب الشرقي بينما الجنوب الغربي والصحراء الوسطى تكون السماء صافيه مع الصباح. دي شيء يبداو زوبي عرب الرمليه لانها مع الاضطراب الجوي هو اللي يخلي الطيور ينوض ويخلي تطير الرمال. دوك نجوزوا لدرجه الحراره ننتظروها ان شاء الله مع الصبيحه نقدروا نقولوا فريشكا 8 درجات على هذا الكاري كاريداس هذا هي ما بين سطيف قسمطينه وايضا باتنا وايضا الجلفه 9 بالعاصمه 20 على منطقه اليزي عين صالح بني عباس وكذلك تندوف 15 على بشار وغردايه و24 على برج باجي مختار. دوك نشوفوا الحال كيفاش راح يكون الظاهره الحال نقدر نقولوا ما يتخيرش يبقى دائما هذا الطقس المتقلب والحمد لله الامطار مرحبا بها من الهضاب العليا للسواحل تاع البحر الابيض المتوسط. كل هذه المناطق تكون فيها امطار محليا تقدر تكون لاباس بها في بعض المناطق الداخليه خاصه الوسطى رياح قويه ببعض الاحيان على الصحراء الوسطى وايضا على الواحات ومنطقه الثوره تخلي الرؤيه ضعيفه. وسماء ملبده على الجنوب الشرقي بينما على مناطق الجنوب تاع الجنوب الكبير كالهوغر والطاسيل الجنوب الغربي والصحراء التنزور تكون عموما السماء صافيه. نجوزوا لدرجه الحراره تضروها ان شاء الله ما بين 19 24 درجة على السواحل من وهران العنابة 24 19 وهران 42 على الصحراء الوسطى والجنوب الشرقي 36 على منطقة تندوف 23 في باتنا 18 بتلمسان أحد كما يقول لك سي لا بلو باس صبوها في تلمسان 25 في منطقة سوق حراس و43 في منطقة رقان وأيضا برج باجي مختار وعين أزوا. نشوفوا ملحة والصيد البحري البحر عموما يكون شباب على السواحل الوسطى وأيضا الشرقية وشين ينوض شوية على السواحل الغربية لأن هنا قوة الرياح تقدر تلحق 40 كيلومتر الساعة وهنا 20 كيلومتر الساعة ودائما الشرقي شمالي شرقي وشمالي شرقي على هذه المنطقة بينما في اللرج على الشمالي غربي وشين يكون شباب في اللرج لأنها الريح يكون ضعيف تماما ما بين جزر باليار وجزر سردينيا. بهذا نختموها بالمعلومات الفلكية مع باب البلاد لهذا السبت 19 ماي 2018. هذه في ولاية ميلا في مدينة ميلا ماشي في ولاية ميلا ولاية ميلا كبيرة. شروق وغروب الشمس على الجزائر العاصمة وضحاها مبقى لي نقول لكم صحة رمضانكم ويا منعش.